خلاص نزلتوا من مغامره السماء وعلى الارض دلوقتي في معبد الاقصر طريق الكباش. اتبسطتوا؟ مفيش احلى من عيشه الحريه صراحه، زي الطيور كده في الهواء. بما اننا بقى في طريق الكباش، احكوا لنا بقى عن الجمال اللي احنا شايفينه ده، ايه رايكم فيه؟ فاكره الحفله اللي اتفرجنا عليها في الافتتاح بتاع الطريق ده اللي كان حاضرها الرئيس السيسي؟ طبعا الواقع غير اللي احنا شفناه في التلفزيون خالص، واقع بجد جدا. وبعدين احنا لما بتشوف الحاجه على الطبيعه قدامك يعني بتحس كده انه مثلا حاجه زي دي، الكبش زي ده مثلا حاجه عمره مثلا 5000 سنه مثلا، فحاجه بجد عبقريه جدا. يعني المنظر اللي احنا شفناه من فوق والمنظر اللي احنا في وسطه دلوقتي بيخلي الواحد فعلا بجد فخور ان هو مصري، وفخور ان ولادي مصريين. ما ينفعش بقى نكون هنا وما نسمعش حته من اسلمي يا مصر. اسلمي يا مصر انني الفدا، دي دي ان مدت الدنيا يدا، ابدا لن تستكيني ابدا، انني ارجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي انت بعد الدين دين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، ان رمى الدهر سهاما اتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. تيجوا نسمع الفويس نوت اللي انتوا سجلتوها؟ تعال كده. اخبارك ايه يا عم؟ الحمد لله. حاسه بايه دلوقتي؟ انا مش حاسه باي حاجه، بس بجد مش عارفه لنا رايحه ساعتها، بس اكيد متوتره بصراحه. خايفه؟ بعد اللي انا شفته. بعد اللعبه دي بدات اقلق. خدي بالك من العيال يعني. عيال دول انا ولا ما تقلقيش، كله هيبقى حلو. انا مبسوط، واحلى حاجه ان انا بعمل حاجه لاول مره وانت معايا. وانا كمان على فكره صراحة. انا بتاعت سنين يعني دي علشان انا بعملها معاكي. صح صح، تجربه مهمه ان شاء الله تبقى حلوه. ربنا يستر. يلا. وعمري ما كنت هطلبها منك عشان خايفه، عشان ما كانتش هتيجي في بالي.